أهلا بكم أصدقائي، اليوم سنتعرف على المحيطات الموجودة على الكرة الأرضية، أسماؤها وترتيبها من حيث المساحة وموقعها وصفاتها. تضم الكرة الأرضية 5 محيطات، وهي من حيث الأكبر: المحيط الهادئ، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، المحيط المتجمد الجنوبي، المحيط المتجمد الشمالي. أولا، المحيط الهادئ هو أكبر المحيطات مساحة، يمتد من القطب الشمالي شمالا إلى المحيط المتجمد الجنوبي جنوبا، يغطي ما يقارب 46% من مساحة البحار و 30% من مساحة الكرة الأرضية. متوسط عمقه 14 قدما، ويضم في مياهه آلاف الجزر، بعضها قمم بركانية. ثانيا، المحيط الأطلسي هو ثاني أكبر محيط في العالم، حيث يغطي 1/5 مساحة الكرة الأرضية بمعدل 20% تقريبا من المساحة الكلية، ومتوسط عمقه 11.9 قدم. ينقسم إلى جزئين رئيسيين: المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط الأطلسي الجنوبي، وهو أهم منطقة تجارية في العالم، حيث تقع على سواحله معظم المدن الصناعية. ثالثا، المحيط الهندي هو ثالث أكبر محيط من بين المحيطات الخمسة، يغطي حوالي 20% من مياه الكرة الأرضية، متوسط عمقه 12.7 قدم، وهو من أهم الطرق التجارية منذ القدم، وبعد افتتاح قناة السويس أصبح الطريق التجاري الرئيسي بين أوروبا والشرق الأقصى. رابعاً، المحيط المتجمد الجنوبي هو رابع أكبر محيط في العالم، يغطي جنوب خط عرض 60 درجة جنوباً، ويلف القارة القطبية الجنوبية بمساحة 20 مليون كيلومتر مربع تقريباً، متوسط عمقه 10.5 قدم. خامساً، المحيط المتجمد الشمالي هو أصغر المحيطات الخمسة مساحة، حيث يغطي 14 مليون كيلومتر مربع تقريباً، متوسط عمقه 3.4 قدم. يعتبره بعض الجغرافيين جزءاً من المحيط الأطلسي، ويكسو الثلج مساحات واسعة منه. تعرفنا أصدقائي على أسماء المحيطات الخمسة وترتيبها من حيث المساحة الأكبر. اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.